داني ويلباك. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. كاسيدو. توجه الهجوم هنا وهناك العديد من الخيارات. تحول الاستحواذ بعد محاولة كان واضح أنه ممكن تشكل خطورة. محاولة كبيرة لهدمة ممتدة ممكن أن تشكل خطورة. بيعدي فيها بمر بيعدي. محاولة هجومية هنا. واضح بلوك سهل هنا. الركنية تأتي معها فرصة لتعزيز التقدم في النتيجة. نزلت الكرة خطيرة بعد إبعاد سيء. دومينيك سولانكي. فرصة متاحة. كانت فرصة توسيع الفارق. لا يمكن أن تهدر مثل هذه الكرات. إذا كنت تبحث عن حسم الأمور الفعالية المطلوبة أمام المرمى بالتأكيد. يا سلام على التناغم. الله على الانسجام. شوف التمريرات شوف النقلات. يساعد الحكم يرفع الراية. تستلم مثير الجدل ويشير إليه حكم المباراة. تجاوز وتخلص. نجح هنا لاستراتيجية الضغط العالي. والتصويب على المرمى. الحارس كان متمركز بشكل جيد. لم يعاني في هذه الكرة. ضاعت الكرة بعد التمريرة السيئة هنا. داني ويلباك. أليكسيس. رؤية في منتهى الروعة. خلاص انتهت الخطورة وبالتالي ضاعت الفرصة. تقدم هجومي لكن المهم التفكير في الخطوة المقبلة. ممكن هذه ممكن كرة التعادل. تصدي خرافي للكرة الرأسية. ردة فعل خيالية. كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. ركنية تنفذ بشكل قصير.